كما تتعرفوا هذه مرات الصخيرات بين كلاسيان بين المراسيل اللي مزيانين من حيث الجوده ديال الاسماك، من حيث الانشطه اللي تيتم فيها، ومن حيث جوده المياه عندنا حوت ذات جوده عاليه، عندنا دي بتي ريستورون زوينين هنايا. دابا بنادم ماشي يجي من كل بلاصه، بالاخص الرباط. في الرباط عندنا كليان في الرباط، وداك الشيء كيعيطوا في التليفونات وتيجيو، كاينه السلعه كاينه، تيجيو تيدو السلعه ويمشيو، وكيجيو هما عارفين بان كيجيو تيدو سلعه زوينه، داك الشيء علاش يخسروا التليفون، عارفين بان كاينه سلعه زوينه تيجي، ولا تيقول لك خذ لي السلعه وداك الشيء، وتيجي تيلقى السلعه ديالو موجوده، المسائل ديالها بالثلج بكل شيء. ليبوك كانت مارسة الصخيرات كانوا فيها الناس قلال، من بعد بشويه بداو الناس الحوت تيبدا عنده واحد القيمه، بداو الناس تيجيو من بعيد تيخدموا عندنا، بدات الفليك لي باخ حتى هما تيكثروا. شي 80 فلوكين اللي كاينه، شي 80 فلوكين اللي كاينه، كاين تقريبا 20 ولا 30 كتدخل كيتباس، وكاين الاخرين كيدخلوا غير كيكاليو. كاين اللي كيجيب الحوت الحر، هذاك الشيء ديال الاختصاصي، هذاك الشيء غير في الدرعيه وداك الشيء، والمسائل الفلوك الاخرين كيدخلوا غير الحوت عادي، الميرنا، الصول، الشتران، داك الشيء. الصياد تيدخل البحر تيخرج السمك ديالو، تنمشيو حنا للمزايده تنتقداو الحوت ديالنا، تنجيو تنحطوه في لي طابل. كاين الدراري اللي عندهم لي طابل، وكاين الدراري مساكن اللي تيحطوه غير في الصنادق. كان حنا في 2000 تقريبا في 2003 خدمات هاد لاهال تيجي لو بيشور تيهز الحوت ديالو تيطلعو الفوق، تتكون واحد المزايده، داك الشيء تيكون قانوني. المزايده تنحطو حنا الكوسيون ديالنا، نحطو الفلوس تنمشيو نشريو. من بعد حبسات هاد لاهال، لان كاين مشاكل، ان واحد التعاونيه ديال المستقبل ديال البيشور انهم ما داروش لهم مازوط، بزاف د الامور عندهم دي بروبليم. من بعد حبسوهم ورجعنا حنا عاوتاني للعشوائيه هنا، كتكون الدلاله في الفلوكه، تنهزو الحوت ديالنا تنجيبوه هنا لي باخ، كنجيبوه لي طابل تنحطوه. هاد المرسى شنو نقول لك، فيها اسماك طريه وجوده عاليه، دونك حنا كنعانيو واحد المشكل هو اللي النظافه اولا، وثاني حاجه ما عندناش شي بلاصه اللي كنحطوا فيها مضبوطه، ما كاينش شي بلاصه مضبوطه كنحطوا فيها، وكنعانيو من هذا المشكل ديال النقايه والمشكل ديال الازبال والنظافه، بزاف الحوايج. ما لقيناش ارضيه باش نديروا مارشي، يديروا لنا مارشي، انا خرج لنا واحد التاهيل ديال لا دوزيام ترونش ديال لاهال هذا، انهم يديروا لنا البروجي، يعني كما واحد لاغينيو قالنا السيد العامل، قالنا ان بروجي يكون مزيان، غيكون بالان ار اي، يكون كل واحد والطابل ديالو، غيكون غير المشكل اللي لقيناه هو لقيناه في الناس في الوزاره، واش ما فهمناش، حتى واحد ما بغى يتحمل مسؤوليه في الوزاره الصيد، ما عرفناش الاشكاليه فين كاينه بالضبط، ما عرفناش واش حنا دابا لحد الان ما عرفنا راسنا حنا من رجلينا، ما عرفنا واش حنا تنتميو لهذا القطاع ديال الصيد البحري، ولا تنتميو للتجاره والصناعه. وكان ديجا كان خرج لنا واحد المشروع، باش كانت واحد خرجت لنا واحد 300 مليون، كانت خرجت لنا باش حسب باش تصوب بها المارشي ونحطوا فيها طويبلات زوينين ونظافه زوينه وداك الشيء، ومن بعد حيدوا لنا داك الشيء، عطوا شي ناس اخرين، ولحد الان حنا باقي مازال كنعانيو، باقا تنحطوا في الرمله. كون تصاوب لنا هذاك لو بروجي وداك الشيء، يعني حتى لو كليون الى جا ولقى بلاصه نقيه ولقى كل واحد نقي وبلاصتو كل واحد مزيان، يعني راه يرتاح، يعني سير بنادم يقلب على فين يرتاح، غيلقى جودة الأسماك، غيلقى مهم إلا لقى هاد الراحة هادا، راه بيان سير غنوليو حنا مكلاسين في العاصمة، غنوليو أن بروجي حوت حي فخاش، يعني غيولي واحد الضجة، أن راه واحد البلاصة نقية ولات، فهمتيني، ما حد باقي في العشوائية، واحد حاط هنا، واحد حاط لهي، واحد ما بيني وبينك ما زعما اش غنقول لك، لا حنا تنضروا ملي باقا هاد العشوائيه، مازال حنا تنضروا. دونك في ايام شهر واحد مثلا، شهر جوج، شهر ثلاثه كنخدموا عادي، دونك يوصل شهر سته كيجيو الناس ديال السكان اللي كيسكنوا هنا في الكابانوات، كيقول لنا طلعوا الفوق، ما عندنا فين غنطلعوا، كنحطوا في واحد المارشي ضيق، واش نقول لك، النظافه ما كايناش، والشغاب واللي كاين الفوضى بزاف، والناس ديال السلطه كيخدموا معنا، رغم ذلك كيخدموا معنا، مازال خاصهم يزيدوا يساندونا. المشكل اللي عندنا هي السلطه، ما عندنا هنا الدنيا خاويه شويه، كيخليونا هنا غير بوحدنا، كيكون شويه صداع وكيكون مشاكل،
هذاك الشيء علاش الانسان هنايا مابقاش يجي عندنا ولا تيجي عندنا قليل. ولا الانسان تيهضر غير في التليفون صافي تيجي كليان ديالو تيقضي الشغل ديالو تيمشي بحالو. هو المشكل اللي عندنا حنايا هنا الدنيا في الصيف تيكون السلطات تكون كلشي الدنيا عامره، ولكن من غير الصيف تيفوت الصيف تنبقاو غير بوحدنا هنا ما تيكون لا نظام لا والو. مؤخرا ولينا تنعانيو من واحد النقص ديال اللي كل يوم مابقاوش يجوا عندنا. ما عرفناش تقريبا لي بروبليم فين كاين، واش لي بروبليم في العشوائيه، لان العشوائيه الا كانت العشوائيه تيكون فيها بزاف ديال الحوايج، فيها السب القذف الشتم. واش ولاو تيهربوا من هذا الشيء؟ واش تيهربوا بالغلاء ديال الثمن ديال السمك؟ ما عرفناش بالضبط حنا علاش ديك اليوم ما بقاوش عندنا ديك اليوم كما كانوا في الاول. كتسمى هذا المرسى مرسى المنسيه، هي من الاقدميه وكيعيشوا فيها ناس وكيتروج فيها تقريبا كتروج فيها واحد 20 مليون ديال الدرهم. كنطلبوا من الناس المسؤولين مدينه الصخيرات باش يوقفوا معنا، ما واقفينش معنا. كاين السيبه شويه هنا عندنا بزاف كاع، داكشي اللي اضطر المرسى كانت تتعمر عندنا بزاف كاع، الدنيا ولات خاويه شويه هنايا. دابا ولا الانسان تيخسر غير التليفون عاد تيجي. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.